إن كانت وراء كل رجل عظيم امرأة، فميشيل أوباما خير مثال على ذلك. تقرير إرسولا دكاش. إنها ميشيل أوباما، أول سيدة سوداء للبيت الأبيض والأم القائدة كما تسمي نفسها، والداعمة الأساسية لزوجها باراك الذي فاز بالرئاسة لولاية جديدة. ميشيل البالغة من العمر 48 عاما، مولودة في 17 كانون الثاني 1964 من عائلة روبنسون. والداها كانا من الموظفين الصغار في شيكاغو، لكنها شقت طريقها لتصبح محامية لامعة، فقد درست في جامعتي برينستون وهارفارد عريقتين قبل أن تتزوج منذ 20 عاما من أوباما. هذه السيدة الأولى كانت غير متحمسة في البداية للإقامة في البيت الأبيض، لكنها ما لبثت أن اطلعت بالمهام المحددة للسيدة الأولى بمزيد من الحماس والنجاح، إلى أن أصبحت إحدى الدعامات الأساسية لأوباما خلال الحملة الانتخابية التي شهدت منافسة محتدمة جدا. ميشيل قامت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة ب 95 جولة لتتحدث فيها عن مزايا زوجها، وقد تجاوزت شعبيتها ب 13 نقطة شعبية زوجها. ومنذ بداية العام 2010 أصبحت السيدة الأمريكية الأولى بطلة مكافحة البدانة لدى الأطفال مع حركتها Let's Move، فأكثرت من إطلالاتها التلفزيونية التي لم تتردد خلالها في القيام بحركات رياضية. ميشيل أوباما لا تمر من دون ترك أثر من حيث قامتها الممشوقة وشخصيتها وجاذبيتها، فهي ودودة لا تفارقها الابتسامة، تحب المزاح ولا تبخل بالمعانقة التي يحبها الأمريكيون.